جالي خبر يا ريت يا ريت يكون صحيح، خبر تحفه، خبر تحفه، بس انا هقوله على مسؤوليه الاذاعه، لكن يا رب يا رب يكون الخبر ده مظبوط، يكون من نصيبنا يا رب. بص، النهارده من اقل من ساعه القناه المغربيه الفضائيه الثالثه، القناه الفضائيه المغربيه الثالثه قالت ان الاتحاد الدولي بتجرى داخله الان اجتماعات سريه لدراسه ضم كل من منتخبي مصر وايرلندا الى كاس العالم 2010. عايزين نفرح ان احنا نروح كاس العالم، يا ريت. عايزين نفرح ان احنا نروح كاس العالم، يا ريت. والله يا كابتن انت حضرتك وانت بتقرا الخبر وانا جوايا سعاده غير عاديه. انا ما قلتهولكش في الفصل عشان تاخد رياكشنك الطبيعي. طب اقول لحضرتك على حاجه، انا بضيف بقى على اسباب اختيار المنتخبين دول، ان الفرقتين دول هما الفرقتين الوحيدتين اللي اتظلموا في التصفيات. مظبوط، اتظلموا اتظلموا. هيحطوا منتخب مصر في المجموعه اللي فيها الجزائر، ويحطوا منتخب ايرلندا في المجموعه اللي فيها فرنسا، عشان يبقى الكلام بينهم بقى. حطونا في الجزائر، حطونا في اي مجموعه بس نروح يا كابتن. وبرده المغرب القنوات عندهم مش ضعيفه، وكمان اتصالاتهم انت عارف هم بيتكلموا فرنساوي، وزيورخ فرنساوي، فالدنيا كلها ماشيه فرنساوي يعني معاهم. بس خلي بالك، هو بيقول لك اجتماع فيه سريه سريه معاهم. بس خلي بالك، هو بيقول لك اجتماع فيه سريه سريه. بس ندعي ندعي، احنا ندعي يا رب يطلع مظبوط. المصريين بيدعوا واحنا معاهم، واحنا Thank you.